مشاركة دولية واسعة في سباق الجزائر الدولي للدراجة الذي أعطى إشارة انطلاقه وزير الشباب والرياضة محمد تهمي بحضور عدد من الوزراء. هذه الدورة تكون في المساواة، الدوم 22 يوم 20 مرحلة، هو من أكبر دورات على المستوى العالمي. السباق الذي امتد على مسار مغلق بشوارع العاصمة تميز بسرعة عالية ونشاط كبير للدراجين الجزائريين قبل أن تبدأ الأمور الجد الذي انفلت عن المجموعة الرئيسية متجها نحو خط النهاية ليفوز بالمركز الأول. تلا هو المغربي شوفي طارق ومواطنه أبلواش أسعد. حاولت الانطلاق مع ثلاثة دراجين لكننا لم نجد النسق المثالي، لذا قررت الانفلات وحدي ونجحت في الفوز. الشيء المميز في الجزائر أن العملية تتم بأيدي جزائرية بأيدي عربية، هذا فخر لنا يعني. دورة الجزائر الكبرى تنطلق غدا بمرحلة تربط الجزائر العاصمة بمدينة عين الدفلة على مسافة 120 كيلومترا.